مشاهدينا، وللحديث أكثر عن بقاء ميليشيا حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسيطرتها على العديد من المناطق هناك، معنا من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي الأستاذ كاظم ياور. مساء الخير. مساء الخيرات، حياكم الله. أهلا بكم. ما هي الأخبار عن وجود حزب العمال الكردستاني في قضاء مخمور؟ هل انسحب؟ هل لا زال موجود؟ لماذا كل هذا التشكيك والتأكيد أن انسحابه هو تكتيكي أم انسحاب للتمويه وتجنب الضربات التركية؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، أحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. طبعا بالنسبة لوجود الحزب العمال الكردستاني يمتد إلى سنين كثيرة، خاصة ما بعد 2014 في أحداث محاربة داعش، حيث أن هذه القوات تواجدت على أراضي مخمور وكذلك سنجار بغير علم القوات الاتحادية وكذلك قوات البشمركة في هذه المناطق. جاءوا إلى هذه المناطق وسيطروا على كل هذه الأراضي العراقية وأقاموا فيها نقاط أمنية عسكرية في هذه المناطق. والغريب أنهم كانوا يسيطرون على جبال قرتشوخ. هذه المنطقة كانت عصية حتى على قوات العراقية وقوات البشمركة لتواجد قوات يعني الداعش الإرهابي في نفس هذه المناطق المتواجد فيها حزب العمال الكردستاني طوال هذه السنوات الأخيرة. وأغرب من ذلك أن هذه القوات حتى بعد انتهاء عمليات ضد الداعش بقيت في مكانها دون أن يتقدم إليها يعني قوات العراقية وكذلك قوات الأخرى بالمساءلة وكيفية تواجدهم وشرعيتهم على وجودهم في هذه المناطق. اليوم الكل يعلم أن بسبب انسحابهم يعني الظاهر في هذه المناطق تأتي عن طريق يعني الضغط التركي، الضربات التركية هي السبب الوحيد في هذه الوقت أنهم خرجوا من هذه المناطق، وليست يعني ضغط من قبل الحكومة العراقية، وهي شأنها بدرجة أساسية لأن الأرض أرض عراقية، وكذلك من مسؤولية قوات الاتحادية حماية الأراضي العراقية وإخراج جميع القوات التي هي خارجة عن القانون والدستور العراقي أو لا تحمل صبغة قانونية تتواجد على أراضي العراقية. طيب أستاذ كاظم، اليوم النائب محمد خليل يقول أن مشكلة مخمور تشبه إلى حد كبير مشكلة قضاء سنجار بوجود حزب العمال الكردستاني داخلها، ما المانع اليوم من تنفيذ حكومة السوداني للاتفاق مع أربيل بشأن انسحاب كامل عناصر حزب العمال من الأراضي العراقية؟ طبعا هو أكيد يقصد النائب محمد خليل أن التواجد وامتدادات للحزب العمال الكردستاني أصبح داخل الطبقات الاجتماعية في هذه المناطق، وليس هناك انسحاب يعني مثل ما إذا قارناه أو كان هناك قياس على سنجار. لحد اليوم لا توجد هناك أي انسحاب من قبل حزب العمال الكردستاني من سنجار، بل هناك يعني تمدد هذه العناصر إلى وحدات تسمي نفسها بأسماء تنبع من حالة اجتماعية في سنجار كوحدات حماية سنجار أو وحدات حماية يزيد خان وإلى غيرها من هذه التسميات. إذا المقصود هو إثارة المشاكل من قبل هذه القوات باتجاه قوات العراقية وكذلك قوات البشمركة. الكل يعلم أن هذه القوات في مناسبات عديدة منعت من تقدم قوات العراقية داخل السنجار وكذلك داخل حتى يعني مجمع التي تأوي حزب العمال الكردستاني، قصدي يعني المدنيين أو العوائل في مخمور، كانوا يمنعون أي تقدم قوات من أجل حتى مجرد المساءلة أو يعني تفتيش وإلى آخره من هذه الأمور. فما يقصده النائب محمد خليل من هذه الأمور أن تواجد هؤلاء
يسببون المشاكل الأمنية والتوترات الاجتماعية لمكونات العراقية في هذه المناطق، وليس هناك انسحاب كامل أمنيا عسكريا من هذه المناطق بشكل مؤكد 100%. ولم تؤكد يعني جانب العراقي المعني، مؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع وكذلك المخابرات العراقية، أن حزب العمال الكردستاني قد يعني انسحب بشكل كامل عسكريا من كل هذه المناطق التي تسيطر عليها. بالتالي لن تعود الحياة إلى طبيعتها في قضاء مخمور، ولن يستطيع الأهالي والمدنيين هناك من أن يشعرون بنوع من الحرية، بنوع من الأمان، وخصوصا أنهم يرفضون وجود حزب مصنف إرهابي. طبعا بطبيعة الحال المجمع التي تأوي عناصر من الأهالي أو من الأسر لابد أن تكون تحت حماية قوات عراقية خالصة، سواء كانت يعني بالتنسيق مع قوات البشمركة أو قوات عراقية، وأن لا تكون هناك أي عنصر أمني خارج عن المنظومة الدفاع العراقية. حينها سوف يعني تأمن المواطنين العراقيين مجاورين لهكذا مخيمات أو هكذا معسكرات لجوء الإنساني، فحينها سوف تكون هناك مأمن من كل هذه المشاكل والتوترات الاجتماعية التي تحدثها هذه الجماعات. في دقيقة، يعني مع التوجه التركي لقصف مناطق وجود حزب العمال الكردستاني، إلى أي مدى بات مطلوب تنفيذ اتفاقية أمنية نهائية شاملة مع تركيا وعدم ترك ملف حزب العمال معلق أو مفتوح؟ يعني قضية حزب العمال الكردستاني لا تقتصر تأثيراتها ومشاكلها وأضرارها فقط على منطقة مخمور وكذلك سنجار، بل مناطق أخرى. مؤخرا عندما كان هناك ما بين العراق وتركيا تباحث حول مشروع يعني طريق التنمية، حزب العمال الكردستاني يعني قد دعا إلى رفض هذا المشروع، بل استهداف إذا كان هناك ربط هكذا طريق بدون علمها أو بدون موافقتها، سوف يقومون بضرب هكذا مشاريع استراتيجية ما بين العراق وتركيا. إذن لابد أن يكون هناك حلول واقعية جذرية تحافظ على أمن القوم العراقي والتركي على حد سواء في هذه المناطق. نشكركم الشكر الجزيل من أربيل، الباحث والمحلل السياسي العراقي الأستاذ كاظم ياور، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.